الندوة طيبة جميلة بحضورها بفقراتها، لأن بس جيت متأخر معلش، فكانت ندوة طيبة. اتكلمنا فيها النهاردة عن فضل شعبان وما كان فيه للمسلمين وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديمها لشهر رمضان العظيم إن شاء الله. يلا بكثرة العبادة وكثرة الصدقة وبكثرة قراءة القرآن الكريم وبكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وندرب أنفسنا على الصيام قبل أن يأتي علينا رمضان، ونكثر من قراءة القرآن الكريم، ونحافظ على الصلوات في جماعة لكي يكون علينا رمضان كريما مباركا علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله.